واحد بقى من المدربين الكبار جدا في الدوري الممتاز، مع اي فريق ناجح، مع اي فريق له بصمه، مع اي فريق له بصمه وسريعه. عاده اي مدرب يقول لك سيبني فتره كده شويه لحد ما اخد على الفريق، لا، هو اول ما بيلمس الفريق، اول ما تحط رجله في اي ملعب لاي فريق جديد، هيبقى مدرب كبير وبيحقق نتائج كبيره بصراحه شديده. سموحه مع الكابتن احمد سامي كان ماشي بشكل كويس وشكل ناجح، وناس كتيره سالت سموحه ما بعد الكابتن احمد سامي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع بقى افضل كمان هجوميا، ما افضل كمان تكتيكيا، بقى اداء رائع جدا مع مدير فني قدير هو الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني. يا كابتن عبد الحميد بحييك على المستوى والنتائج والاداء السريع المبهر كالعاده. حبيبي حبيبي يا كريم، يمكن يعني انا بشكرك طبعا على كلامك الطيب الجميل، وانت اهل كل جميل وكل طيب. شكرا. يا كريم والله شكرا. ربنا يوفقك يا رب يخليك. يعني هقعد اقول لك انت من احب الناس لقلبي، انت تعلم ذلك يا رب يخليك، تعلم ذلك، القلوب عند بعضها يا كابتن عبد الحميد. اتمنى لك دايما التميز والتفوق، واحد من الناس المتميزين جدا. شكرا. في كل شيء اشكرك يا كابتن، اتمنى لك دايما يا رب يخليك. سموح بشكرك بجد على كلامك الطيب الجميل. حقك 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 بصراحه. واحنا بنتفرج على المباراه بتاعت سموحه، الاداء كمان يعني انت مش بس مستلم فريق ماشي، كان ماشي بشكل معقول، لا، نتائج كبيره وسكور كبير واداء هجومي واداء جريء واداء ممتع. ايه اللي عملته في سموحه الفتره القليله ديت عشان تخلي كمان الاداء اللي كان منظم جدا بصراحه شديده مع الكابتن احمد سامي يبقى كمان ممتع معاك يا كابتن عبد الحميد؟ الحمد لله والشكر لله. يمكن بقول يعني انا بشكر طبعا مجلس اداره نادي سموحه المحترم الداعم ليا واللي دايما كل يوم في التدريبات معايا، بشكر مجموعه اللعيبه والجهاز الفني اللي بيتعبوا معايا وبيشتغلوا. يمكن احنا طبعا اشتغلنا من اول لحظه زي ما انا قلت لحضرتك، من بعد مباراه بيراميدز على طول بدانا شغلنا، واللعيبه للامانه عشان عندها عقليات متميزه وامكانيات فنية عالية اشتغلوا معايا على طول. الحمد لله يمكن احنا قابلنا فرقتين كبار جدا وجامدين جدا وعندهم جماهيرية عظيمة، سواء كان الاتحاد السكندري او النادي المصري. يمكن الحمد لله والشكر لله المكسب بس مش هو اللي بيبسطك، لا، ده الاداء اللي كان بيحصل في عرض الملعب كله كان اداء على مستوى عالي. يمكن من خلال حضرتك برضو بشكر اللعيبة على اللي على تعبها وعلى مجهودها اللي توجته بفوزين متتاليين، واتمنى ان شاء الله استمراريتهم على هذا الاداء بحيث ان احنا نحقق نتائج متميزه ونحافظ على وجودنا في المربع الذهبي، وخاصه ان المنافسه شديده جدا جدا بين الانديه كلها. موقف الانديه كلها صعب، كل الانديه بتحاول انها تقاتل في كل مباراه. صحيح. فالفوز بالنقطه بيبقى صعب، فما بالك بالثلاث نقاط. صحيح. فبتمنى ان شاء الله ان احنا نستمر ونكمل المسيره. طيب. اللي بداناها من الدور الثاني. انت كان عندك مباراتين في منتهى الصعوبه ورا بعض، فريقين جماهيريه كبيره جدا، فريقين كبار، فريقين ماشيين بشكل معقول في الدوري السنه دي، سواء الاتحاد السكندري او المصري البورسعيدي. الاتحاد بتعمل سكور كبير وتحسم المباراه كمان بدري، المصري سجلت هدفين وكان ممكن تسجل اكتر، ضيق المصري صحيح الفارق بس كان واضح ان سموحه هيكسب المباراه. مباراتين في منتهى الصعوبه، ازاي اشتغلت عليهم وازاي قدرت كمان تخلصهم بشكل مرتاح؟ يمكن من حظي ان انا كنت قابلت نادي الاتحاد قبل المباراه دي بحوالي 10 ايام مع نادي غزل المحله. حفظت الشغل كويس، اتكلمت مع اللعيبه وحفظتهم ادوارهم كويس. يمكن الاتحاد في مباراتنا كان بيهاجم بخمس لاعبين، الخماسي الامامي لما كان بيفقد الكوره كانت المرتدات بتاعتنا كانت سريعه، وخاصه ان احنا عندنا عناصر بتتميز بالسرعه والمهاره، فبالتالي كانوا بيجدوا المساحات الكافيه انهم يقدروا يوصلوا. والتوفيق اللي كان معانا في المباراه من ربنا سبحانه وتعالى في تسجيل الاهداف وتوقيتها كان مهم جدا ومتميز. وطلبت من اللعيبه انها ما ترجعش ابدا عن اللي هي بتشتغل وبتعمله، بحيث ان احنا نفضل دايما ضاغطين على الاتحاد في الاماكن الاماميه الخلفيه بتاعته، بحيث ان حتى على الاقل لو حاولت ان انا قدرت اقطع الكور دايما فهكون في الثلث الاخير لنادي الاتحاد، وده اتعمل كويس جدا. وقدرنا فوق الخمس اهداف، ان كان في اكتر من ثلاث اربع اهداف اخرى كانوا نقدر نسجلهم، انما تم انقاذهم يعني.
مباراة المصري نفس الحال، فريق المصري الموقف بتاعه كان صعب، محتاج ان هو يهاجمك ويضغط عليك من فوق، فبالتالي دايما لما فرقه بتبدا خطوطها مفتوحه وبتهاجم بصوره مفتوحه، المساحات اللي بتبقى موجوده احنا بنقدر نشتغل عليها كويس، العناصر بتشتغل بترتيبات معينه وتنظيمات معينه عشان يبقى في جماعيه في الاداء. وانت شفت الحمد لله الاهداف اللي جت كلها متنوعه وكلها فيها جماعيه. حتى الهجمه المرتده اللي احنا عملناها من الهان سليمان في مباراه المصري طبعا متمرنين عليها كويس جدا. الهان على طول عملها الصديق لمسه واحده لحمدي اللي بتكمل من تحت، لان دايما انا بطلب من الديفندرين سواء كان حمدي او كناريا انهم يكملوا. الراجل يكمل في مكان متميز جدا ويقدر يسجل هدف متميز. بقول لحضرتك الحمد لله والشكر ان احنا بنعتمد على اللعب الجماعي، بتختار التكتيك المناسب للفريق بتاعك بحيث ان يبقى عنده حريه من الحركه والابداع. يعني انت بتدي له مساحه، يعني انت بتدي له الخطوط وبتدي له اللي هو الشغل التكتيك اللي هو يبقى مرتاح فيه في الملعب، في نفس الوقت بتدي له حريه من الابداع، الحاجه اللي هي ايه لا مركزيه بقى، الحاجات اللي هو مميز فيها اللاعب نفسه. صحيح. فبيقوم يديك بكامل طاقته ب 100%، فبيوصل الاداء بالصوره المتميزه دي اللي بتمنى ان شاء الله باذن الله استمراريتها بكل ما هو قادم. طيب. وبقول ان احنا الفرقتين اللي احنا كسبناهم فرقتين من العيار الثقيل. طبعا. وطبعا مفيش مباراه في الدوري يا كابتن كريم سهله. صحيح. كل المباريات صعبه. طيب كابتن عبد الحميد انا عايز اسالك على حاجه في منتهى الاهميه. انا التقيت حضرتك اكتر من مره وتحدثنا كثيرا عن منتخب مصر وقت كارلوس كيروش، وتحديدا مروان حمدي حضرتك من الناس اللي كنت تتحدث عنه ايجابيا في وقت الناس كانت تتحدث عنه سلبيا وانت على مقعد المحلل. لكن الان وانت مدرب مروان حمدي وشفنا مروان حمدي متالق مع حضرتك جدا، ايه المميزات اللي انت شفتها في مروان حمدي عن قرب؟ اقول لك حاجه كابتن كريم، يمكن وانا كنت بتكلم عندك انا بتكلم من الرؤيه الشخصيه ليا كمهاجم. صحيح. انما لما قربت من مروان فوجئت ان عنده امكانيات كبيره جدا سواء على المستوى الفني او على المستوى القتالي. المستوى القتالي نفسه انت بتبقى محتاج لعيب بدرجه مقاتل. ومروان من اللعيبه اللي بتقاتل في داخل الملعب، كل كوره بيستحوذ عليها. محطه جيده جدا جدا لزمايله. حتى على المستوى الفني عنده فنيات عالية جدا، شفته في ماتش الاتحاد وهو بيعدي من اثنين وثلاثة وبيشتغل ويطلع زمايله بسهولة، الكرة اللي بتتحط له في المساحة بيتحرك عليها كويس ورجله على الجون وإمكانياته على الجون كويسة جدا. لا، مروان حمدي من المهاجمين المتميزين اللي يستاهل مكان أساسي في المنتخب الوطني، وأنا بقولها عن قناعة وبقولها بعيد عن إن أنا مدربه. يعني انا كنت بقول الكلام ده وانا مع حضرتك. صح. وفي الاستوديو بعيد عن مروان، لا ده انا باكده وانا موجود مع مروان وبشتغل معاه. واحد من الفراوده المتميزين جدا جدا في المهاجمين المصريين، واتمنى ظهوره دايما بهذه الصوره المتميزه. واتمنى ان يكون له مكان مع الكابتن ايهاب في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيونيا المدير الفني لفريق سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.